فيما يخص الرد ديالي على الكلام اللي تيقول السي شامير شوقي، على العكس انا عندي حتى شي اشكال، اي واحد بغى يقول شي حاجه الان والا يقدر يقولها، وما عندي حتى شي اشكال وانا ما عندي حتى شي مشكل في هذه المواضيع. دونك انا كنخدم في اطار شفافيه والوضوح، ولكن الرد ديالي بسيط على السي شامير. كنقول له فقط رجع بدا غير الفلوس ديال الكتاب اللي صوبنا ديال الاسطوره اللي انت صوبتيه، باقي لحد الساعه ما رجعتيش الفلوس. لحد الساعه معلم انك انت كتاخذ 25 درهم في الكتاب عوض دخل لنادي الرجاء الرياضي، كنتي كتاخذ 25 مليون في الكتاب واستفادات اخرى فيما يخص هذا الكتاب، هذا اللي نوضحها من بعد ان شاء الله. اما واش اللي كيدي 25 درهم يحيد الرجاء ويحيد الرجاء وياخذها هو في الكتاب، يتكلم على اشياء اللي هي كبيره عليه. وحاجه اخرى تنبغي نقول بانه فقط حيت انا جريت عليه هناك تصفيه حسابات شخصيه، ولكن قاعد الناس تتكلم الرد ديالي غيكون بالبرهان وبالدلائل ان شاء الله.